تكنولوجيا المعلومات، صناعة المستقبل. الأرقام والإحصاءات باتت لغة عالمية وكلمة سر في النجاح والتقدم. لا غنى للشعوب عن المعلومات وهي تخطط لمشروعاتها وتضع رؤيتها للمستقبل. معي للحديث عن صناعة المعلومات ومستقبلها ودورها في عملية التنمية الأستاذ الدكتور ماجد عثمان، الخبير الدولي المعروف ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق. من يملك المعلومات يملك القوة. إن لم تكن معلومات متوفرة ودقيقة ومحدثة تتخذ قرارات خاطئة جدا. صناعة المعلومات أصبحت في السنوات الأخيرة أغلى وأغنى صناعة في العالم. الديتا هي النيو أويل. هل نحن فعلا في مصر محتاجين لقانون لتنظيم تداول المعلومات؟ لابد من إتاحة كل المعلومات لكل الناس. عندنا المادة المتعلقة بحرية تداول المعلومات مادة متقدمة جدا. اليوم في حديثنا من مصر نسأل أين نحن من هذه الصناعة الضخمة، صناعة القوة والتقدم. صناعة المستقبل في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.